اسمي أنجلا سليمان، كنت بسوريا أشتغل بمحطة تلفزيون التوجه تبع المحطة ضد النظام السوري. اضطريت أترك سوريا وطلعت نتيجة الظروف الصعبة اللي كانت بسوريا. شفتهم كيف عم بيحضروا تحت معلم. لا تحكي لنا. لا 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 ما راح احكي. ما تحكي لنا. صورت بس بكره بشوفها بتصوير. لما كنت بسوريا أنا كنت عايشة حياة كتير منيحة ومستوى كتير منيح. بعرف إنه رفقاتي عندي الناس اللي بحبهم. أجيت لهون وأنا بعرف إنه أكيد جني ما أنا هون. ما كنت متوقع كل هالقد. اي هلا احيانا لهيك ما كثير احيانا كثير وقت لي بفكر يعني حاله اني قارن كيف كنت وكيف هلا بحد ذاتها كثير فيها وجع. بس بتامل يعني عندي امل بانه اقدر ارجع اعمل شيء اقدر ارجع مثل ما كنت ولو انه بعرف انه رح يكون صعب كتير تحديدا بهيك بلد انت ما عندك علاقات فيه ما بتعرف لغته ما بتعرف. بس رح حاول كتير اني اعمل شيء عشان الناس اللي موجودين جوا.